هناك حقيقة عمل جبار من قطاعات حكومية كثيرة وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي تقوم بجهود جبارة في تطبيق الإلزامي للجلوس في المنازل لسلامة الجميع. وأود أن أقول أن هذا التناغم وهذا العمل المتميز بين الجميع يقوده قائد فذ يعمل بلا كلل ولا ملل، وذلك من حرصه على سلامة المواطن. هذا القائد هو سمو ولي العهد، فهو يتابع كل ما يتعلق بهذا الجائحة بليل نهار لضمان سلامة الجميع، ويتابع كل التقارير وكل الاحترازات، وهو حقيقة مهتم جدا، لأنه يرى أن الإنسان هو الأولوية القصوى في صحته وسلامته. لذا الدولة لم تتردد أبدا في تطبيق احترازات عالية جدا قبل ظهور الفيروس في المملكة. فالحمد لله بالتأكيد هذا ساهم في عدم تسارع انتشار الفيروس كما رأينا في دول أخرى.